مساء الخير متابعينا، يسعد مساكم. احنا الان من باب مستشفى السلط الجديد. طبعا الوضع رايحين نشرحه زي ما انتو الان رايحين تشوفوا. اخوي تعرفنا على حالك. انا فايز الخرابشي، والدي ووالدتي اثنين في مستشفى السلط. الان الاكسجين انقطع عنهم، فاجي الدفاع المدني يخلف عليهم وفزعنا من السيارات الدفاع المدني واخذ الاسطوانات. بلغوا مدير المستشفى، مدير المستشفى لم يرجع تلفوناته. عطوفة المحافظ موجود الآن بالمستشفى الحسين السلط وتبلغ، هو حاكم إداري بس ليس أخصائي. فإحنا نطلب من الجميع التدخل بسرعة على مستشفى الحسين السلط. الآن عدد الوفيات تجاوز العشرات، الآن قاعد الأكسجين على الاسطوانات الصغيرة. الآن بنناشد جميع أبناء السلط، إذا عندك دم الآن تحركوا لمستشفى الحسين السلط وتفرجوا شوفوا اللي بيصير يا اخوان. الان بيموت واحد وهو قاعد بقلب ازرق بثانيه. ارجو من ابناء السلط، وزراء السلط، عيال السلط، نواب السلط اللي نايمين، التحرك لمستشفى الحسين السلط. الان الوضع صعب جدا، العشائر كلها الان هاجمه على مستشفى الحسين السلط، بدها تطمن على مرضاها. وشكرا. كيف حالك؟ يعطيك العافيه. شلون حامس؟ كيف سيدي؟ عمل شنو المكي جينا المكي يا اخوان. يا اخوان زي ما انتم شايفين الوضع سيء جدا. احنا بنطالب زي ما انتم شايفين الناس، زي ما انتم شايفين الناس. وين وين حكومه؟ وين التقوى؟ الله التقوى. الله المستشفى يطلع من المستشفى الحسين السلط الان. مدير المستشفى يغادر المستشفى الحسين الان. مدير المستشفى يغادر، مدير المستشفى يغادر الان يا اخوان. الشعب كله قايم. وين نواب محافظه البلقاء؟ وين نواب محافظه البلقاء؟ وين النواب؟ تفضل يا اخوي. اخي خالد يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا جيت الساعه 6:30 5 بروتوكول ممتاز، طواقم طبيه ممتازه، خدمتهم ممتازه، استقبلونا من ابدع ما يكون. حولوا مريض البارح حساسيه هون على العناية الحثيثة. دخل اليوم الصبح بعد الساعة ما بين الساعة 6 و7 تم انقطاع الأكسجين 45 دقيقة عن المرضى. انقطاع الأكسجين لو سمحت، أكسجين أنا بعني بماء. سبب انقطاع الأكسجين سبب وفاة لعنه الله يطول. وين كان؟ بس سيو بالآي سيو. نعم هون. يعني على اليوتيوب؟ نعم صحيح. حاول باليوتيوب اليدوي مالك بوعطوه اللي هو جلسات الكهرباء وتوفى. سبب الانقطاع الاكسجين ما في مولدات، ما في اكسجين احتياط كوزارة الصحة. نحكي عن بروتوكول سبب وفيات. انا نسيبي هاي الساعة تبدي يموت الله يرحمه. بس شو السبب هذا؟ شوف الوضع والموت بعيننا، ولا واحد مبين، ولا واحد كلف خاطره، ولا واحد طلع لنا وشافنا. والكتفي عليكم، كتفي عليكم النائب من كل واحد بقول عن حاله انا شيخ وانا بحل وبربط بالسلط، لانه انت واحد حقك قرش ما بتسوى اشي. هاي السلطية قاعدين بيموتوا جوا، وانتوا شو بتعملوا؟ وانتوا قاعدين ومريحين، ووزير الصحة بيجي بفوت من ورا، والله لو مرق من هون لشل اخوه تشلخ الناس. الامور جدا سيئة يا اخوان، جدا 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 سيئة. 16 حالة وفاة لحد الان بسبب انقطاع اكسجين. مدرعات الدرك تحمي نذير عبيدات عشان يفوت جوا على المستشفى وما يصير عليه اشي. اما احنا السلطية نموت، الله لا يقيمنا، احنا نموت لانه شو؟ لانه ما عندنا اكسجين، لانه مدير مستشفى هامل ساقط حقه قرش، لانه وزير صحة بسواش اشي. اللي احنا قاعدين بنحط بهيك مواقف، الله يرحمهم، الله يرحم كل الموتى. صور انجل صح. انا بنقول صح. صور انجل صح.
أنا فايز الخرابشي والدي ووالدتي اثنين في مستشفى الحل صلب الآن الأكسجين انقطع عنهم فيجي الدفاع المدني يخلف عليهم وفزعنا من السيارات الدفاع المدني وأخذ الصيونات بلغوا مدير المستشفى مدير المستشفى لم يرجع تلفوناتهم عطوفة المحافظ موجود الآن بالمستشفى الحسين الصلب وتبلغ هو حاكم إداري بس ليس أخصائي فإحنا نطلب من الجميع التدخل بسرعة على مستشفى الحسين الصلط الآن عدد الوفيات تجاوز العشرات الآن قاعد الأكسجين على الاسطوانات الصغيرة الآن بنناشد جميع أبناء الصلط إذا عندك دم الآن تحركوا لمستشفى الحسين الصلط وتفرجوا شوفوا اللي بصير يا أخوان الآن بموت واحد وهو قاعد بقلب أزرق بثانية أرجو من أبناء الصلط وزراء الصلط أعيال الصلط نواب السلط اللي نايمين التحرك لمستشفى الحسين السلط الآن الوضع صعب جدا العشائر كلها الآن هاجمة على مستشفى الحسين السلط بدأت تتمنى على مرضاها وشكرا كيف حالك؟ يعطيك العافية شلون حامس؟ كيفك؟ سيدي عمي ناشدون الملك يجينا الملك يا أخوان يا أخوان زي ما أنتم شايفين الوضع سيء جدا احنا من طالب زي ما أنتم شايفين الناس زي ما انتم شايفين الناس وين حكومة وين اتقوا الله المستشفى يطلع من المستشفى الحسين السلط الآن مدير المستشفى يغادر المستشفى الحسين الآن مدير المستشفى يغادر الآن يا أخوان الشعب كله قايم وين نواب محافظة البلقاء وين نواب محافظة البلقاء وين النواب تفضل يا اخوي اخي خالد يعطيك العافيه الله يعافيك انا جيت الساعه 6:30 و5 دقائق لما تفاجات بالاي سي يو الطابق الجي ولا الاكسجين قاطع عن 17 مريض نعم رنيت على مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشماني للاسف انه ما جاوب معي على تلفون نعم راحت الامور انا بشكر همة جهود الامن العام والدفاع المدني الدرك المواطن